مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الفصل المتوسط. وصلنا إلى lesson 6 إلى الدرس السادس A Warmer World بمعنى عالم أدفئ، وهذا موجود بصفحة 112 من كتاب النشاط. Answer these questions about the text on page. أجب عن الأسئلة عن الموضوع اللي موجود بستودنت بوك lesson 7 الدرس السابع. ملاحظة، مو شرط يكون رقم الصفحة صحيح، أوكي، بس تروحون على lesson 7 إلى الدرس السابع راح تلقون هذا الموضوع. زين، الأسئلة: Do we know that the world is getting warmer؟ هل تعلم بأن العالم يصبح أدفئ أو أكثر حرارة؟ Yes. Why do cars make the world warmer؟ لماذا السيارات تعمل من العالم أكثر حرارة؟ They produce gases، تنتج غازات، which trap heat، والتي تحصر الحرارة بالغلاف الجوي، atmosphere، الغلاف الجوي. What do we get when ice melt؟ ماذا نحصل عندما the ice melt، يذوب الثلج، water، مياه، يعني الثلج لبن يذوب يصير مي. Why will the sea level rise؟ لماذا مستوى البحر يرتفع؟ The ice cups will melt، مكعبات الثلج راح تموع. So there will be more water، راح يكون الكثير من المياه. Which of the fuel do you think factories burn؟ أي من الوقود تحرقها المعامل؟ Burn معنى يحرق، factories المعامل، coal فحم، gas and oil النفط والغاز. Do you think factories will stop using them؟ هل تعتقد انه المصانع راح تتوقف عن استعمالها؟ Yes or no؟ الجواب لكم. If the world carries on getting warmer، اذا العالم صار أدفئ، some farmland، بعض الأرض الزراعية، might become، ربما تصبح desert، راح تصير صحراء، يعني الأرض الزراعية راح تصير صحراء. زين، راح ننتقل إلى تمرين آخر، هذا تمرين قواعد. قبل ما ننتقل إلى هذا التمرين راح نروح نشرح موضوع وبعدين ننتقل إلى هذا التمرين. الموضوع أمامكم هو may و might بمعنى ربما. خلينا ناخذ القاعده مالتها: فاعل زاد may او might زاد فعل بيس. يعني شنو بيس؟ يعني خالي من اي اضافه، ما بي اس ولا بي اي دي ولا بي اي ان جي. I may go to school tomorrow، انا ربما اذهب الى المدرسه غدا. فهنا أنا اكو احتماليه، اوكي، اكو احتماليه انه انا اروح للمدرسه باكر. فاعل بعدين may بعدين فعل بيس، انتبهوا، ما بي أي إضافة. أنا ربما أذهب إلى المدرسة غدا. في حالة النيجاتيف فقط حطينا not، أوكي، بعد ال may أو ال might، يعني صير أقول I might go to school tomorrow أيضا صحيح. زين، بعدها not بعدها base، هاي في حالة النفي. I may not go to school tomorrow، يجوز ما أروح باكر إلى المدرسة. في حالة the question may و might، ويفضل انه ما نستخدم might هواية بال question، زائدا subject زائدا base. May you go to school tomorrow؟ يعني انت راح تروح الى المدرسة غدا. يقول انه might احنا ما نستخدمها كلش هواية بال question، not common، يعني مو هواية نستخدمها. زين، خلونا نروح إلى كتابة القاعدة بعد ما أخذنا الأمثلة. We use may and might to say there is a chance that something is true or that is possible. إحنا نستخدم may and might حتى نقول أكو إمكانية إنه هذا الشيء صحيح أو إنه ممكن حصوله. Something will happen، شيء ما رح يحصل. Both are used to talk about the present or future، اثنيناتها نستخدمها للتحدث عن المضارع والمستقبل. Might is less certain، might
نستخدمها بحال اللي ما كنا كلش متأكدين. أوكي than may، يعني شوية may نستخدمها بحالة إذا كنا متأكدين شوية، لكن might ما متأكدين. زين، طبعا هاي الترجمة انه ماي ومايت نقول هناك احتمال شيء يكون صحيح ممكن حدوثه، كلاهما نستخدم التحدث عن المستقبل والحاضر. هذا نفس الكلام اللي قلته، وقلنا مايت اقل تأكيد من ماي. مثال I may not be at school tomorrow، من المحتمل انه ما اروح للمدرسة قد. It might be too windy، من المحتمل انه يكون الطقس ويندي عاصف. to go sailing حتى اروح للبحار هذا المساء. اوكي، القاعدة اخذناها. اوكي، اخذناها في حالة may might، ايضا هنا might، هنا ايضا في حالة النفي. اخر شيء عندنا فقط في حالة السؤال نستخدم may ما نستخدم might فقط. تعالوا خلينا نحل السؤال. Put the words in correct order to make sentences. يريد من عندي أرتب الجمل حتى تصير عندي جملة مفيدة. I think my arm، أنا أعتقد ذراعي. Might be broken، من المحتمل إنه هي تكون مكسورة. أنا رتبت الجملة حسب القواعد وحسب فهمي لمعنى الجملة. I think، أنا أعتقد my arm، يدي. might إجا وراها مصدر خالي من أي إضافة اللي هو الفعل be. زين، there might be life on Mars، ربما هناك حياة في مارس المريخ. انتبهوا شوفوا أنا شو استخدمت might، هو أصلا مطيها إلي لكن أنا استخدمتها إنه إحنا ما متأكدين إذا أكو حياة على المريخ، ربما. There بعدين might وبعدين be، ورا might جاء فعل مصدر خالي من أي إضافة. زين، I may be able to help you with your homework، ربما أكون قادر على أنه أساعدك بالهومورك مالتك. I think this might be your bag، أنا أعتقد هذه ربما حقيبتك. The clouds are very grey، الغامة أو الغيوم يعني رصاصية اللون. It may rain، ربما تمطر. انتبهوا هنا أنا دا أشوف الغامة لذلك استخدمت أيضا may، ولو أنا هنا دا أرتب جملة بس يعني خاف تجيكم فراغات أو اختيارات تستخدمون may و might حتى تعرفون أنه may أكون أنا شوية متأكدة لكن might مو كلش متأكدة. If you don't study، إذا ما درست you might not pass، ربما لن pass يعني مقصود به تعبر، يعني تعبر امتحان أو تنجح. I think they may offer me the job، ربما يعرضون علي عمل. إذن هذا فقط حل التمرين. انتقلنا لصفحة 113. Complete the sentences. Use may or might. If my friend visits me today، إذا my friend صديقي زارني اليوم. We may go fishing، ربما نذهب إلى الصيد. فاستخدمت may، ليش؟ لأنه إذا صديقي زارني إحنا راح نروح، فأكو certain متأكدة شوية أنه صديقي راح يجي صديقتي راح تجي وراح نروح إلى صيد السمك. If the weather is good at the weekend، إذا الطقس زين بعطلة نهاية الأسبوع. I might go to the cinema، ربما أذهب إلى السينما. أوكي، هنا إذا الطقس مو كلش أني متنبئة بالطقس شلون راح يكون بعد أسبوع. أوكي، يعني مو كلش هنا أني متأكدة شلون راح يكون الطقس، ما عندي معلومة إذا الطقس راح يصير زين أو مو زين. لكن هنا صديقتي أو صديقي راح يجون متواعدين مع بعض حتى نروح لصيد السمك. إذن هذا هو التمرين المهم صفحة 113. تعالوا ننتقل إلى 115. 115 write an article
اكتب مقالة، وهذا الإنشاء تابع إلى الوحدة السابعة عن تنظيف شارع أو متنزه. Look back at the river bank clean up combine in lesson 5. تذكرون القصة اللي قريناها مع ضفة النهر المتسخة اللي موجودة بلسن الدرس الخامس؟ Imagine you were a volunteer. تخيل انه انت volunteer يعني متطوع. And went to pick up litter. وتروح انت حتى تلتقط النفايات. Write an article about your experience for the school magazine. اكتب عن تجربة مالتك في مجلة المدرسة. الأشياء اللي هو يريد انه اكتبها: The place you choose to be cleaned up and why. المكان اللي احنا راح ننظفه. When it happened and for how long. متى أحدثه. How long يعني ايش قد طول مدة. How many students took part. على الطلاب اللي شاركوا. Who else if anyone took part. إذا هناك شخص شارك أيضا. What clothes you wear. ما هي الملابس اللي ارتديتها. What the weather was like. كيف كان الطقس. The results. النتائج. Don't forget. لا تنسى. To include your own thoughts and opinions. حتى يتضمن الأفكار مالتك والآراء. To write notes first and then put them in order. اكتب notes ملاحظات بالبداية بعدين رتبهن. To check and approve your draft. Check تحقق وطور ب draft المقصود ب المسودة. Last week me and my classmates أني وأصدقائي بالصف decided to clean up the park. قررنا أنه ننظف البارك in our neighborhood. Neighborhood يعني المنطقة اللي داير مداير الجيران. Because it's the place where we play and families go to spend their time. لأن هو المكان اللي إحنا نلعب به والعائلات تذهب لقضاء الوقت. And have some fun ونستمتع with their children مع أطفالنا. It's our best place. وهذا هو أفضل مكان. And it's lovely. يعني هو جميل. We have to clean it for everyone. وعلينا تنظيفه من أجل الجميع. زين. We took bags and trash pickers. سوينا أخذنا حقائب ومنتقي القمامة with us معنا يعني الأشخاص اللي راح يشيلون القمامة. With us so we don't get sick or cut ourselves. حتى ما نمرض أو نجرح نفسنا. The weather was nice and we clean for 2 days. الطقس كان جيد وحنا نظفنا ليومين. Even the families were encouraged to help us. حتى العائلات شجعتنا إنه تساعدنا pick up حتى يلتقطون litter. النفايات. The result was amazing. والنتائج كانت جميلة. We did a great job last weekend. احنا سوينا عمل رائع الأسبوع الماضي. وهذا هو ترجمته باللغة العربية. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.